لو قلت شيكابالا افضل من ابو تريكا كان بقى 100 مليون كانوا طلعوا هاجموني. هقول لك بصراحة ككرة ما ينفعش خالص تقول كده، ما ينفعش ايه؟ يعني ككرة ما ينفعش تقول كده. يعني طب ابو تريكا في اقول يبقى مكان، انا ما عنديش مبدأ. ابو تريكا في مكانة انا ما تانية. عنديش بص، مبدأ. ابو تريكا نفسه احسن مني، انا ما يا كابتن، افضل مني، ومهارين يا افضل كابتن مني، الاحصاءات واقوى اللي بتقول مني. كده يا كابتن، لا بتكلم انا ما بجد، معلش في يعني في ال 20 سنه اللي فاتوا ما كانوش ابو تريكه باي لعيب. دي حقيقة. ابو تريكه ده في حته تانيه خالص. انا بقول لك اهو افضل مني وافضل. انا واحد من الناس بس كنت، انا بنتكلم كوره. بص، اللي ما لعبش مع ابو تريكا في الملعب ما لعبش كوره. بس انت يعني طلع بص، زمان كان بيتقال لك ايه مثلا، كابتن محمود الخطيب، كابتن حمدي حسن شحاته، يقول لك مثلا اللي ما لعبش مع حازم امام، اللي ما لعبش مع الاسماء دي ما هو ما لعبش كوره. اللي بيزعلك. طب هو كابتن الاساطير الحقيقيه، كابتن حسن شحاته، كابتن حازم امام، صح. مش الناس ده اساطير، مش هنقدر نتكلم عليهم، هنقدر نقارنهم باي حد. لا، ابو تريكا، ابو تريكا انا بقى هاخد الترند امتى؟ اما اقول ابو شيكابالا افضل من ابو صح تريكا، هو دي بقى الترند اللي انا اطلع عشان اتصاد فيه صح والناس تعرفني والناس تتكلم عليا. بس مع احترام الناس مش هتحترمك، لان ده طبعا مش لان ده تحترمني. لا يا مش كابتن، الحقيقة انا خالص. بقول الحق يا كابتن، انا لعبت قصاد الاثنين بقول الحق، وغير لعبت قصاد الاثنين. معلش بص الاحصاءات يا كابتن، تتكلم على واحد واخد 4 سنين احسن لعيب في افريقيا داخل القاره، هقارنه بيه لا، منتخب، ومع منتخب مصر منتخب العالم. مؤثر طب وده. ابو تريكا بطل 2013 14، فين معلش شيكابالا في المنتخب السنين دي كلها؟ مش انت كنت بتقول جيل جامد ومش عارف العب معاهم؟ مش طب انت فين بقى من السنين لا، دي هو ما كلها؟ كانش ينفع يلعب اصلا. طب ماشي، انت كنت فين من السنين دي كلها؟ خلاص الاجيال دي بطلت اهي، اللي ما فيش حد هيلعب عليه. صح. انت فين بقى من بعد ما الاجيال دي بطلت؟ انت فين في المنتخب؟ احنا بنقول عليك لعيب جامد طبعا. قال لك ما اتظلمت. فين؟ ما فيش حاجه اسمها اتظلمت. معلش ايه اللي اتظلمت؟ هو ده الكلام اللي بيتقال. معلش هتروح بره مرتين اتظلمت؟ انت حتى رجعت من بره مضيت في النادي الاهلي، وعشان النادي الاهلي ناس اداره محترمه تفرقش معاها، اللعيب ده يكسبني ده يجيب له بطولات، مش عايز تلعب خد العقود وامشي. تحترم انت اداره النادي الاهلي، انت طبعا كنت واحد من ناشئين النادي يا الاهلي. كابتن النادي الاهلي طورني، والزمالك بطلني السنه اللي رحتها، والناس قاعده تقول انت جيت نادي الزمالك ازاي؟ يا ريت ما كنت لعبت السنه ديت في نادي الزمالك، ما هي اثرت معايا. ندمت ان انت رحت الزمالك؟ ايوه طبعا، كنت رايح النادي الاهلي. كابتن حلمي طولان هاته على التليفون يقول لك الكلام ده. حكيت يعني بقول لك الاول اساس نادي البلديه، التطوير النادي الاهلي، الزمالك بطلني. طب انا يا ريت السنه دي ما كنتش رحت، انا خدت بطولتين بس، يا ريت ما كنت رحتها، كنت على الاقل كنت كملت، كنت رقم واحد في الحته دي. الكابتن حسن شحاته موجود كلمني 2010 مش بعد ما مشى من المنتخب، مسك الزمالك صح، كلمني وزير الرياضه الدكتور المحترم اشرف صبحي كلمني. كان في، معلش كل الناس ديت ما بتفهمش حاجه في الكوره، وبتوع كره الفكه لا هم اللي لا، بيفهموا. مفيش حد بيروح اهلي وزمالك في الوقت ده غير لما يبقى اصل لعيب الناس قعدت كويس. كانت مني يعني يكفي اني معلش اتطورت في النادي احسن نادي في افريقيا، اتطورت فيه دي بالدنيا كلها. ما تقوليش بقى انت مين ولا مش مين،